حتى اللي مدح حبابة ألف مرحبتين حبابة دوحة متناسقة وفريدة للمواهب فات حبابة فيها كم شعراها غنوا حيروا فكار الكتابة الكوميديان والممثل يمسحوا حزان الغلابة المغني الصوت صادح من زفير شهق الربابة دوحة اللي مدح منانا رمضان جاكم زي ما جانا رضيت الناس الزعلانة جايين بالذات تبقوا معانا دي ملامح السمحة العجبانة لو غلبتنا الحركة ما قصرنا في شهر البركة لكن لما انحان الأذى سبقنا على بيت الرحمة رمضان طلّة طلب المدفع رمضان هلّة وصور حلوين لهنا فاطرين تشغيلة تكيد كل الصايمين برجايل قاهم بقوايين بمحبتكم كلنا صايمين يا نايم قوم كلها كم يوم رمضان ساعات في الطعنون تعود بالخير يا شهر الصمير يا عيقك خففت النوم نور وهلا رمضان طلع طلب المدفع رمضان هلا بمجيك فرح قلوبنا وكل شوارعنا وبيوتنا من بنك الخرطوم رمضان كريم بنك الخرطوم انت اولا عايزة شقة 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 سلم عالي سعرها غالي ما يستاهلي ما في حاجة تاني حلوة دي لكن ما فيها باركن عايزها برحة عايزها مدرن عايزة شقة 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 صغيرة الصالة دي نفس الحالة دي ما بطالة دي لا 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 عايزة شقة 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 ما فيها سخان ضيق البيبان سمحت بس جايت الألوان عايزة شقة 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 بس ياها دي نفس الشقة اللي أنا عايزاها شقة بيت أرض مهما كان نوع العقار حسب العقارية معاك لغاية ما تحلها حسب العقارية معاك للآخر هذا البرنامج برعاية مجموعة النهضة الغابرة للتنمية والاستثمار موقعنا رئاسة الشركة عضبان شارع موقف الخرطوم القديم عمارة عثمان السيد الخرطوم السوق العربي شمال رئاسة بنك النيل للتجارة والخدمات عمارة البيض عوض كريم النهضة خطوات من العزم الممتد نحو الغد حتى اللي بدأ حبابة ألف مرحبتين حبابة مشاهدي الأعزاء طيبتم وطاب مساكم عبر هذه الأمسية الجميلة ونحن نتكي على مرافق في الفرح في حضرة الألغ والتميز والجمال والأناقة والبساطة في حضرة دوحة الإبداع كما عودناكم في دوحتنا الوريفة شعراء مميزين ومفاجآت غادمة عبر الدوحة يشرفنا جدا في حلقة اليوم يكونوا معي أساتذة من أساتذة الدوبيت نرحب سويا بالشاعر الأستاذ حمزة الأستاذ حبابك ملايين نورت دوحتنا الوريفة مرحبا حبابك أخونا ماجد حباب المشاهد الكريم رمضان كريم عليكم باب كل من يعرف حمزة الدل الأستاذ لك التحية والله يا سيدي بك والله يا سيد حمزة تسلم الله لك التحية والله نرحب أيضا سويا بأستاذنا عبد العزيز جبريل الجوارابي مرحب حباب ماجد والله حبابك ملايين والله منورنا الله يحييك يا أخي يكرمك تحية ليك ولكل المشاهدين ورمضان كريم إن شاء الله لك التحية والله الله يكرمك بارك الله نرحب سويا بأستاذنا عبد الله فرح لك التحية والله نحن سعيدين بك جدا مرحب بك والله يا الأستاذ والشاعر ماجد أحمد قاسم حقيقة نحن سعيدين بك وتحية عبرك لكل أخواننا وأصحابنا وأهلنا اللي بيشاهدوا الحلقة ونقول له رمضان كريم لك التحية والله يا أخي الله يبارك فيك ورحب أيضا بالشاعر راشد بابكر مرحب بك يا راشد حبابك أنت والله يا ماجد والتحية لك والتحية لكل من يعرف راشد بابكر في ولاية نهر النيل في السودان عامة ورمضان كريم عليكم وصوموا فطرة على خير لك التحية والله يا أخي الله يكرمك وأنا أستاذ حمزة نحن معودين المشاهد دائما بمجارعة أو مجادعة في موضوع معين في بداية الحلقة دي مفاجأة من المشاهد رأيكم شنو تجادعونا في موضوع أبشر طب ما في مشكلة نجادع في شنو يا جماعة بغانا غير الحكمة الحكمة كيف الحكمة والله كويس حكمة حكمة كويس إن شاء الله في حكمة نبدأ عبد العزيز علم روحك الحياة زائلة ما معك دينا علمها أصلها الفانية بتضل ساقدنا كل يوم روح مروحة ولها الفاقدنا كل يوم المغابر بيكتر الراقدنا لخارف الدنيا أحذر من يجرفك سيلة والخوة تجيب لك زيلة أقطع زيلة هاك وصيتي لا تخاوي الشهامة قليلة خاوي جرق الكلس اللي بيشيل الشيلة يا سلام يا عشر والله الله يسلم قال الزول بيجيب الاحترام بيده
والطبع السمع في الناس مكانه بزيده. يا عبد ربه صاح ما يشتغل بعبيده اللون لا بحرر لا بعبي السيده. يا سلام. وشارب الخمره بيصنع بشرابه تهابله، ورغم فعايله يغفر له الكريم انتابله. تعال افتيني قلبي الخمر عقلك طابله، هسي مت سكران الله كيف بدي قابله. يا سلام. الساكنين قصور الف الودين حلوا، والبايتين جياع قلبي فواكهي حلوا. نفوسنا ضعيفة عقدات الغناء عن حلو، كل واحد يشوف زول داير يبقى محله. يا سلام. يشتري رفقة الناس الحميدة طباعة، والردي في بيعه في السوق زي كأنه بضاعة. لما الشم من المغرب يشوف شعاعة، يبقى الحرمة غيم والرعاعة رعاعة. يا سلام. لسانك صون والكلمة اللي بتجرح سيبة، وما تتعود الكذب المسافته قريبة. ما تمسك قف الناس بنميمة وغيبة، كب المويه في الجحر البلاوي بجيبة. يا سلام. وسوء أوضاعنا، سوء أوضاعنا ما خلى الهنا يباشرنا، وجوه طفورنا حتى ياسد هواي حاشرنا. الفلس اللي بقد الجيب ترى مقاشرنا، ما تغرك طواقينا واللي بيسفاشرنا. خير الله. أبشر قوي. الفاكك لسانه كافف اليدين، والصاحب اللي بتحتاج له يقول بعدين. ما عرف المواقف والسوالف دين، ما صاحب دين هداك كل الاثنين. بشر بخير والله. قدر ما تعيش مصيره بتكمل المعدوده، وزور المقبره بتلقى الخلق ممدوده. اوعاك تنخدع تنفخ قرب مقدوده، اخيرة تقوم تراب تفنى وبتاكل قدوده. اي أيوة والله تاكل قدوده. والله صادفت يا جغرافي. قال ما عنده راي ما بحل حلل معقوده. اي خلك ناس ونفسه على الصواب ما بقوده. اي يشيل مويه كيف كان القرب مقدوده، قزاز وتكسر الصيغه كان بقت مفقوده. يا سلام. وفوق راس الملوك بالعز نجلس، نجيب بيضراعنا ليزون ما بنملس. نعز اخواننا للمحتاج نخلص، وحكمه ربنا ارتاح يا منفلس. ابشر بالخير والله. ما تكون ميعه ومنغزه في كل حاجه، ولا تتبع الفارغه وتكون حاجاجه. اوعاك تفتري ويغويك سنه، والبهراجه بكره النازي بتفتش لها وتحتاجها. يا سلام. كتار البيع حطام الدنيا وفرحوا عرضوا، كثير الفات رحل قبال يحقق غرضوا. مشوار الحياة صابرين ولكن قرضوا، مهما يطول مصيرنا من الحق اللي انقرضوا. أشهد الخير والله. الله يوفقنا من الحق اللي انقرضوا. كلام الناس كثير كان ليه ترخي أضانك، بيقولوا الماهو فيك مهما حفظت لسانك. صافح وانسى خليه السماع عنوانك، ساعة الحارة ما بيلفوك غير أخوانك. نحن كبيرنا غيم العز سعاين، حريم في إدارة ما بنرقص معاين. نعيش بالوحدة ما نبر الرعاين، ونمل العين قدر ما العين تعاين. أبشر بالخير والله. وللقاي الكريم بالجخ وبالتلميع، عسأله كيف بتتشفى امتحان تسميع. مواقف الشدة والمحل الجبان، وبميع توري الأصلي من الصيني والتجميع. الله يتوري أصلي الصيني والتجميع. يا الكترة همومك وضح جسمك ناحل، ما تخليك غرقان في ذنوبك واحل. اركب غارب استغفار بتصل الساحل، اصل الدنيا ما دايما لك الكون راحل. والله الكون راحل. بعض الناس بتعمل فيها انها ناسك، وتحفر بتحت بقلوبها داير غطاسك. ما بتهزك الريح كان تمتن ساسك، جسر الود خلاف الطيبه ما بتماسك. والله ما بتماسك. كم وكم سقنا عاتيات غلات بالقوه، وحقنا ناخذ من خشم الغضن فرجوه. إن حر الدواس وسمعنا عوك يا مروة، سيفنا بقلم الفقر المعاد ترقوة. جزاك الخير والله. الدنيا مبريت أغداره بتشايك، تفقد الناس بتفقد وبينفقد باقيك. ما تلوث شراب يوم صافي كان ساقيك، الأيام دول وتعمل بلاقيك. الله يلاقيك. في الدنيا مقدود خليك لدنيا مهول، قدامك طريق سايقك عليه المجهول. ما تنغر كان جاك الرزق مبهول، عقيد ليبيا المدجج فالطسو الجهول. شكر نفسه اصلا في المثل طماع، لا بحل الصعب لا بقشقش الدماع. اللي بنضمن كثير اوعاك تكون سماع، ما تقول من ذهب كل اللي بيقول لماع. الله ما بقول لماع. ما باللوك جمر لا الطير، بنعرف حلب وعله بنركز اللي بالخوف مدقدق قلبه. الداق الظروف نزعاه ونتكفل، ونكرم ضيفنا لما الانتكايه طالبه. يا سلام. أبعد من مباراة الدنيا، الدهناز بخليليك ربيت شر ما بيحل حناس.
رفيق المادة والبسير يكون والناس لا صاحب ولا راجل ولا ود ناس. يا سلام. زول المادة لا تسويه صريفة ودرقة، تحت الحر بيبقى لك شمار في مرقة. الفتل الجبان القلب زي الورقة ما بواصل مصيري بيقطعك في فرقة. بيقطعك في فرقة. الليك كان باك كان ما هو ليك ما تلومه. والراجل لسان ما تقول بيكون بهدومه. الزول بيعرف الناس من تلاقيه مومه بشوف منه بيتلو والمعاه بقومه. يا سلام. وانا الزول اللي بيسقي الناس ومود عطشان. والدلكان كلمته تسمع الطرشان. حفيد في المجال ناله اكبر شان جن اللبس قناع جوا في الحيشان. ابشر بالخير والله. ارضي رقبتك ان ترضي البقيه محال، وابعد من رفيق لسمعتك وحال. ما تزعل علي لامس الصعبي حرحال، حال الدنيا كل يوم يا حبيبي حال. كل يوم يا حبيبي حال والله. ما تنغش في الغوش والجموع الهادره، وما تكوس لك صديق من امه في الغي سادره. صديق الغفلة أحذر من سهام الغادرة في الزمن الردي، الخوة المحجة لنادرة. والله الخوة المحجة لنادرة. شايف ناس بغيموا زول عشان غنيان، عشان عربيته فارهة زايد البنيان. كل إنسان بيسوي فوقه قام ربيان، لا بيود البخيل لا بيفهم الغبيان. يا سلام. هنا يا بني رضعان عز قديم متواجد، ودراج لنا قدر ما أصحى بلقاه ساجد. كان دور قناوي تحنتبوه لا ماجد، أنا أخو ماجد القدالة. أنا أخو ماجد. أبشر بالخير والله. أبشر بالخير. في كونك عجايب والزمن فصل لك، رفيقك تقطع ويقطع بحور يوصل لك. أكان صاحبك شديد في الشدة يتنصل لك خاوي الحر، شوف بالعين شنو اللي بيحصل لك. يا سلام. أصباح الرجال العرض هم مشروب، بيحبوا الفوضى فكوا القيد من الحروم. أي. تشوف لف العمم والشارب المبروم، تقول دي الناس معاوية الهد صور الروم. أبشر بالخير والله. أكيد التحصيد إن كانت تزرع الطيبات، وخاذر عزه ما بطالبوه بإثبات. يا أخوي الرجال بندخلوا للحوبات، بتفرزهم المواقف ساعات الواجبات. أيوة والله. أنا الله خلقني شيل فوق الدبر ما تفنس، والله خلقني بيصير صاحبي ما بتونس. نعم. عدوي ما بقيله كان صف التراب وتحنس، وجارين سافر الصين عرضه ما بتدنس. أبشر بالخير والله. واضحين نحن لا باللف ولا باللمح. نعم. ركازين واجوادين كرمنا يطمح. ما تعودنا في الدنيا البسيطة نقمح، معتادين على العفو والكلام السمح. عمنا طارق اللي قال التوفيق مقسم، والخلق بظروفه، والناس بمقادير الإله مكتوفة. الزول البعيد وظروفه ما معروفة، فتش للعذر واحكم على اللي بتشوفه. نعم. أبشر بالخير. أبشر حرمت. أبشر والله. أبشر بالخير والله. نطلع فاصل ونجي نرجع. والله فتش للعذر واحكم على بشوف. يا سلام. مشاهد كريم، فاصل ونواصل. حتى اللي بدا حبابا الف مرحبتين حبابا وحبيب. اعوك الجمري كيف حاله وكيف الصحه واحواله، وعوك يا جمري كيف حاله وكيف الصحة وأحواله. يا الليل وراح يا جمري غني له وشت لمحات يا لبيلة، نايم من الله أدنيلة وجوك ليبي أبنيلة تكون. Thank you.
حاسي مايحة بجيب أخبار من طايحة ودالحين يا عجمري فرق اللي مدوب يا الجمري هالليل تراك يا الجمري انت سليم انا الممكون وجوفي أليم وآهية وحاط رب رؤوف وحليم انا الكاتل اللي فرق اللي مدوب يا الجمري مشاهدينا الكرام عدنا وعاد الألغ والتميز والجمال والأناقة والبساطة في حضرة ضيحتنا الوريثة مع شعراء بلادي عبد العزيز الأستاذ جيناك من ثاني والله حبابك ملايين للمرة الثانية في ضيحتنا الوريثة حبابك أبشر أنا أديك في الأخوان حباب الأخوان والله سمحت الدنيا سامعني ما في جيوبنا ولا في الراد وشخصنا بنتشى وبحيوبنا ما في يوسف يعافي الدعاء أيوبنا في إخواننا اللي بيعزونا ويضاروا عيوبنا يا سلام رفيقا يوم تغيب ما بمشه الله منك رفيقا دخري حوبا ان شاء الله من دايمنك كنت قالت لا يخف يبقى من عايمنك الشينة وقبيحة ونية ما تجي منك اي والله الاخوان ركايز يوم تميل بين سندك في محل الليالي السوداء عزك وزندك عندك رفاقي بزلزل اللي بتفندك عادي يا صاحبي بعد الله اللي بيفرجوه عندك الله عندك انا عن نفسي خاويت شعبه ماها قليله خاويت لي رجالا مستحيل تبديله خاويت النفوس النافيه ذل ورزيله خاويت كافه السودان قبيله عندي اخواني لا تدني واللي بيدغى مناجل كم بسطوا العفيفات الحسوس انزاجل اتوهطنا ستفنا البسيطه مراجل لا بنكسر ضعاف لا بننكسر لراجل الله لا ينكسر لراجل عندي اخوان شموس فاق عضاوي الساح قشطوا الخانه فل ما تركوا اي مساحه ما بيتعالوا ما بعايروا ما بيتعالوا ما بعايروا تلفها كساحه في حضور امان الحيره بيتهم ساحه ابو بعيد ابشر بالخير والله ابشر والله عندي اخوان ذهب والماز وزن ما بكيلن حق غنايه ليمنح حروف بتكيلن ان جيت في طلب محتاج ودار تشكيلن بيفهموا ما بدا لك قبل ما تحكيلن عندي اخوان قلوبهم بيضا ما عفناها قوه تحير الغافيه وشرح معناها هاي الخوة تخوض النار عشان تعناها هذه الخوة اللي بتستاهل يكرب غناها هالصاحب اللي بيتغير بعد ما موالف ما بنقول خسارة مثل دي عندنا تالف إما درتنا ودربك بديت مخالف لا فينا بتأثر لا بننسى السالف ظروف الدنيا خلطت مرنا وحالينا وبمرور الزمن رخص اللي كان غالينا
طيبين أيوة، لكن نعمة الله علينا نكار الجميل يا خلي يا خلينا نكار الجميل يا يخلي يا خلينا لك التحية والله يا دراساز يا أخي، لك التحية الله يعافيك. أمان عبد العزيز حبابك ملايين الله يكرمك يا أخي. والله أنا في مرابيع تجي عجباتني بتاعة ناس تاني جايتك علي ود الغرشي له التحية وسلام عليكم. نحيي والله قال واحدين عادي من شيء للتقل ما بزحوا هاي، واحدين والفوا الدابل بيموت عمحوا هاي، صبارين صبرهم هو الزمن ما بشحوا، اليوم اللي بيوري قبيحوا الله يزحوا. الله عندك شاعر ابو منيه ودنايل البطحاني ودنايل قال واحدين الدمر حرسوه زي مخد، شراب جبناتك وشتين وقباحة ترد هاي، واحدين شدوا فوق ظهر المقاشر الملحد جابوا مشعفه كميات ولا بتنعد. يا سلام. وانا قلت لهم واحدين في دروب النخوه سايرين سير فالراحين قلوب شايلين هموم الغير، واحدين هردبيس ما من وراهم خير، ناجحين في التكاسل زي بغاز الطير. ابشر ابشر بخير والله ابشر والله لك تحيه والله يا حمزه ابشر بخير والله تبشر والله تحيه لودنايل البطحاني تحيتنا لعمنا علي ود الغرشي علي ود الغرشي الخال ايوه والله له التحية والله قال لا بحقر ضعيف لا بنحقر لعاتي نعم له التحية والله والله غناي والله غناي وكالي له التحية والله غناي بعد اما نعوض الله مرحب بك والله هذا جابونا من بعيد والله ابشر حبابك لك التحية والله والله انا بمشي لك برضه في الحماس وفي الاصحاب بقول برزوا ما بيجلوا من الصواب في الراي ثباتهم في المواقف رسمي عارف وبراي تاريخ وضوح للأمة والقراي لاقيهن حقيقة العظمى في محراي أهل عزا قديم ما هو الجديد بالسروة زولنا معنا بيقولوا السند والضروة بحلوا القاسية مهما تكون وتصل الزروة فيضان السخل به اليبابة بتروة اللقى والعدم ما بغير في حال حافظين عزتهم في الحل وفي ترحال قلوب العامة بكل طيبة مفتوحال سبات جبل غاصي وداني ما زحال هل فيهم بتلقى المحمدات مجتمعة عزاز من جوهر مو ناس مظاهر ولمعة على التاريخ ممجد وطاني طيبين سمعة بحق النم بحقن الدم بقش الدمعة الكرم المعاه بشاشة حق الليهن مقدمة كلهن والعامة تفخر بيهن إن خربت وجوهن وحمر عينيهن أبعد غادي العدو أو على الدانيهن هل فيهم بتلقى الخير محل ما ظهروا إنسانية فيهن وبيها للناس بهروا كان وقف الصفوف وليه سيوف شهر عدوهن تاني واتعبوا شقاوته وسهروا أفاضلوا للكلام فوق المعاني بوزنوا للقى فرحن لا للبفوت حزنوا للمال ديما بينفقوا بيسخا وما بخزنوا جود وابل العين المهط المزنوا رابي بسخا لكل طيب حازوا لكل الصعاب بحكمة بجتازوا موحد كلمته الراي لبعض ما بكازوا شيالين تقيلات عليه لازوا رابي بسخل لكل طيب حازو لكل الصعاب بحكمتهم بجتازوا موحد كلمته الراي لبعض ما بكازوا فيها الانتقيلات عليهم لازوا هل بتلقوا ليه محن الزمن بيسلطة بربطوا بحلوا ما بخلوا الامور مختلطة زيادة البلد هذا الزمام والسلطة هالتاريخ مسجل حوله ما فيش غلطة ابشر بالخير والله ابشر والله وفي كل متحف عندهم امجاد نوع من فرد غير الزمن ما جاد لسان عهد وافي وفي المواقف جاد لحاق ضعيف في كل ظرف حاد يا سلام. ما باروك اللي ونسات يملو فراغ بعز الخوة أخواني الغليظ ميساغ الفجودة إنسان ما بيقول لك فاغ طعمين للخو للخصة مكيني مزاغ طعمين للخو للخصة مكيني أبشر بالخير والله أبشر عمنا عوض الله والله لك التحية والله راشد ماجد أنا دار أمرق لك من المجار المسكو فيه لا أخذ راحتك تب الدار دارك والدوحة دوحتك فبتقول حافظة فروضة حافظة فروضة والسنة بتطيعة مؤدبة فطرة للوالدين مطيعة عفيفة ما بتجيب سيرة قطيعة وكوني أسيبة دي ما بستطيعة هاف رقيق وضامر شاكي حمله سعيد اليوم يشوفه وتبتسم له صعيب على الصعوب الرقد وخمله وقاسي على الغشيم ما بتنفهم له شبيهة الفزة بالوديان نفر ويداغل ريد الداس فيه خلج الفواد يتواغل ما ضربت رفيقة وقالت له ما تتساغل ولا مرقت خصل من ديس عشان تتشاغل يا سلام تصح بريدة وموت بالغيرة كان بيت لي مسثيدة تقول لي يا أخ بحبك وبيك سعيدة وأقول ما سمحت قاصد عشان تعيدة عشان هذا كريم فاصل ونواصل حتى اللي بدا حبابا ألف مرحبتين حبابا ترجمة
ده حبابه الف مرحبتين حب ده حبابه الف مرحبتين حبابه. مشاهدينا الكرام عدنا وعاد الألغ والتميز والجمال والأناقة والبساطة في حضرة ضيحتنا الوريفة مع شعراء بلادي. عبد العزيز الأستاذ جيناك من تاني والله. قال وين الكل ما غني لحان غاموسة غابت قمرة واشتكت الليالي شموسة. هاي لاهت يد فراق اللي ما ملموسة شال السهوة ضفر الأمنيات بيموسة. قبلك حرفي ما زي هالسيد وشخرته ما أطرب له سامع قدري ما فخرته. مو بإيدي اللي قوناي سخرته كان عارف فراقي كان لغاك أخرته. مرات بحس في داخلي وغزة إبرة سهي مسافة أفكر في طبيب ذو خبرة فجأة يلوخ خيال الكحلة والمنتبرة ويزبط إنه آثار جرحها الما ببرة. وين شبه اللرايل اللي بالعسين وقال وين العاشق ودمعه بيفضح الماد قال. عود يا ناير الخد كاحل الامن قال الشق الشمالي ده فترة ما شغال ما شغال الله. وين يا خلي اللي من قبله متماسكين أدمن السهر ومهديات تسكين قصايده بيصبروه بزينه ومسكين صماح ونظاره شامه وغامه والسكين. ابشر ابشر بالخير والله. بالخير والله. سماح تشبيهه بالريل والقميره نجيها سماحا ذاته لان شاف لان وصف في جيها سماح سماح المارض القلب دا نعل الوجيها غايته اللاقي بالصدفه بيجي وجيها الله يجيه وجيها. علي ضفه في الغناوي محبتك رازانه عقبر بريده لطعت وجفوتك فازانه ان مريت ريح الصندلك حظانه ما بيسالمي وإن سالمتي ما قاضانا من أشكيلة ونقول يا جيلي ما خابرانا مكسورين عمينات الحروف جابرانا نواجلها اللي بتهبت في القلب كابرانا موس يا صاحبي زي قلم الرصاص تبرانا يا سلام. ذوق سماح وخصلة وجيد وغامة فريدة سمح روقة وسمح همسة وسمح تغريدة محيرني القلب كيف كان قبل ما أريدة محيرني الدمع دم دم إجابة جديدة عاجقك عايش الشقة والعذاب عاجقك الله ليه الهم مع الشقة راكله سارح وعينه دامعة غناكي في الراس عاكله بعد زعج الدكاترة وحللوكي مشاكله بيجوا يكتبولي اسمك في لكل شان ياكله عاجق دمه عامل جوطة في الوردان بعد كتبولي اسمك في لكل حردان حردان ما تلوموني بنسى وبالي حد شردان أنا في الظل بسخن في الشمس بردان بقول من جور الزمان والمغسى والأوجاع عرفت أدوزن الكنب وقيس سجاع كان حاوش شعر ذوبيت بكون جعجاع ظلمتها للنمين بيتاي ود نجاع يا سلام. ونظم الغافية يا نجاع بدور له بلاغة مو تالف نكاز زي العوض والباغة قل له شاعر سايق مع الجعجاع نقيش الذهب ما بعرفه إلا الساغة الله يعرف إلا الساغة والما عنده ملكة وفي الغوافي حريف يقعد مستمع إهلا ود التخريف يا سلام. عجب إحسان ودنجاع وديود الريف كل ما غنوا زادوا النمعوا له تشريف يا سلام. قديم الملك قديم الغافية تتأزم له وما بلقاها كان مشى لي فقير وعزم له كثير لقى أنا مربوع سيد ومو حازم له كان حاولت تقراه وإلا تتحزم له الله يبارك لك التحية والله عمنا عبد العزيز لك التحية والله الله يكرمك. نحن اليوم عندنا الحلقة معكم ثاني والله ونكتفي منكم بشرط المغرق على نهاية الحلقة إن شاء الله نقعد في حلقة ثانية إن شاء الله نبشر إن شاء الله. أنا سعيد بكم جدا وصلوا تحياكم للأهل والأحباب نعم. وجمهوركم العظيم حبابة الله يا أخونا ماجد. أولا جيت تحية ليك أنت والتحية للتيم العامل كله والتحية يا أخونا راشد أستاذنا عوض الله عمنا عبد العزيز الجبارابي والتحية للسودان كافة داخل البلد وبالخصوص كمان الناس الخارج البلد وربنا إن شاء الله يعودهم سالمين غانمين ونقول لكم رمضان كريم عليكم وإن شاء الله تكونوا راضين عننا إن شاء الله يا أخي. لك التحية والله يا حمزة أمنا عبد العزيز حبيبي الله يكرمك يا أخي والتحية لكل الشعب السوداني داخل وخارج السودان وأخص بالتحية للأهل كل الأهل في ولاية نهر النيل وأخص الأهل والعشيرة منطقة الجواراب عامة تحية لأهلنا في الجواراب عامة الله يكرمك والأخوان هنا حمزة وعوض الله وراشد وتحياتنا برضو للأخوان برا السودان ناس في دولة المملكة العربية السعودية واتفاك العليابي له التحية والله واخونا محمد كرباوي في جمهورية مصر العربية له التحية برضه وبرضه تحياتنا لاخونا في منطقة المكابراب النور والزبيدي يا اخي انا بحييه والله الله يكرمك ورمضان كريم ان شاء الله الله يكرمك الله يبارك فيك نورتنا والله الله يكرمك واخونا احمد الصادق يا اخي ما انساه احمد الصادق احمد الصادق المهدي في عطبر هنا له التحية والله نحييه والله
الله يبارك الله يكرمك يا اخي. شكرا والله. بارك الله. اما عود الله فرح لنا سعيدين جدا والله الليله. مرحبا بك والله، ونحن الاسعد بكم، وحقيقه نهدي تحيانا لكل اهلنا واصدقائنا داخل وخارج السودان، وتهيه للشعراء اللي حسي متواجدين معانا ديل، وحتى الخارج الاستوديو كلهم الشعراء الشباب ديل بيكونوا لنا يعني احترام وتقدير. نحن ما نغنايين من الله ونولى حاجه، لكن يعني من ادبهم بيدونا احترام، نحن برضه نبادلهم الاحترام وندونا التحيه. وتحيه لكل اصدقائنا خارج السودان في المملكه العربيه السعوديه، وحي معاذ خضر، وحي اخونا العمده مجد العمده، وحي اهلنا بالجباراب اهل عبد العزيز الجبارابي، وتحيه خاصه لاخونا العمده عبد الله العبيد، رايل بيستحق مننا كل التقدير. والغايه متطول نحيي كل من يعرفنا ومن يشاهد الحلقه، ونقول له رمضان كريم، وتحيه خاصه لاهلنا بنهر ادبر منطقه الشبابيك. بارك الله فيك. لك التحيه والله يا اخي، سعيدين بك والله يا اخي. لك التحيه والله يا راشد. الله يكرمك يا ماجد، منورنا. تسلم الله يا اخي، رمضان كريم عليكم للمره الثانيه. والتحيه من هنا لاي زول بيعرف راشد من غير فرز ومن غير تحديد، التحيه للاهل بمنطقه الحصايا الشاد ديناب، جميع نهر النيل السودان عامه، ونتلاقى في مساحه توسع. تحيه الله يا تحيه للاخوان داخل وخارج السيدي، وتحيه للتيم العامل. الله يديكم العافيه يا اخي. مشاهدينا الاعزاء، انتهت حلقتنا اليوم، الا نلتقي في حلقه قادمه، كونوا في الموعد. حتى اللي يبدا حبابا الف مرحبتين حبابا، دوحه متناسقه وفريده للمواهب فات حبابا، فيها كم شعراها غنوا حيروا افكار الكتابه، الكوميديان والممثل يمسحوا احزان الغلابه، المغني الصوت صادح من زفير شهقه.